مرحبا بكم. انتلاء سد وادمزي بسوكلافا بولاية الأغواط. نعم، يوجد سد على وادمزي، وهذا السد بني حديثا، وأعتقد أن المياه بدأت بحجزها في هذا السد من عام 2020. هذا السد طاقته الاستيعابية أكثر من 40 مليون متر مكعب من المياه. سيزود عديد من البلديات بالمياه الصالحة للشرب، وكذلك مياه تخصص لسقي الأراضي الفلاحية بالمنطقة. سد واد مزي امتلأ من الأمطار الأخيرة التي وصلت إليه جراء تساقط الأمطار على ولايات عديدة في الجزائر. سد واد مزي بسوكلافا بولاية الأغواط، سنوافيكم بسدود أخرى إن شاء الله عبر القطر الجزائري التي ربما تبدو مجهولة للكثير. لا تنسوا دعمنا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.